بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن كابينة الاتصالات الـ Network Rack كبينة الاتصالات ويطلق عليها الكوميونيكيشن Communication cabinet أو Network وهي عبارة عن خزانة مصنوعة من المعدن حيث يتم تركيب أجهزة البنية التحتية للشبكة بداخلها بالإضافة إلى السيرفرات وتحتوي في الغالب على أربعة أبواب من الأربعة جهات لكي يجعل عملية تركيب الأجهزة في داخل الكبينة سهلة ويكون الباب في المقدمة مصنوع من الزجاج مما يمكن مهندس الشبكة من مراقبة حالة الأجهزة بالنظر إلى البوابة الزجاجية تأتي كباين الاتصالات بأنواع وأحجام مختلفة فمن الأنواع ما يأتي بإكسسوارات إضافية مثل الرفوف، الشلفز، وتستخدم لحمل الاجهزة عليها. ايضا تاتي ببعضها بمراوح تهوية فانز لتبريد الاجهزة الموجودة في داخل الكابينة. تاتي ايضا بعضها بتوصيلة كهرباء ومنظم الكيابل لترتيب الكيابل بداخلها. كذلك في الكبائن الكبيرة تحتوي على عجلات مما يمكن مهندس الشبكة من تحريك كابينة الاتصالات عند الحاجة. جميع انواع كبائن الاتصالات مهما اختلفت من ناحية الأنواع أو الإكسسوارات الموجودة فيها تتشارك من ناحية أنها مصنوعة من معدن سريع البرودة مما يجعله يقوم بتبريد أجهزة الشبكة الموجودة بداخله بشكل سريع تصنف كبائن الاتصالات من ضمن قطع البنية التحتية للشبكة ومن القطع التي من الممكن أن تحتويها كبينة الاتصالات هي عندنا الراوترات السويتشات منافذ توزيع الكيابل الجدران الناريه السيرفرات بانواعها